انسى المطبات وانسى الحفر مع هامر. سيارة مصفحة بالكامل من تحت. تكفى شوفوا الشاشات اللي كل مكان تنفتح. اول شيء درفة، بعدين الدرفة الثانية وتصير سلم. ومع هذه العتبة ومساعدة هذا الشيء الجميل تصعد وانت مرتاح. وشوف لي المساحة الخلفية من 0 to 100 بثلاث ثواني. 1000 horsepower، انت متخيل؟ 9 كاميرات دار مدار السيارة، والسقف بالكامل تقدر تفتشه وتخليه بانوراما، حتى هذه تنشال. السيارة اللي ما شاء الله رفيعة، الدواسة تساعدك بالصعود. فوق هذا السيارة كلها ترتفع 6 انش، انت متخيل؟ شوف الجمال اللي هني، وشوف لي جمالية الأزرار والدقم. أما التفاصيل فلا تسولف فيها. صورة القيادة حتى فوق عندك دقم. السيارة كهربائية بالكامل ومصفحة بالكامل. أقوى ميزة بهالسيارة مو موجودة بسيارة ثانية، فيها حركة القبقب. شن يعني؟ يعني التاير يا جماعة يلف معاكم كذي عشان السيارة تمشي كذي. إذا شريت الهامر هذا، الوكالة يعطونك بايك هامر مجانا. بيك تصدمني وتقول إن هالسيارة لها منافس، تكفى صدمني. وبس والله.